رحلات السفاري جزءا من السياحة المصرية، حيث أن قافلة من سيارات الجيب تذهب إلى بقع صحراوية معزولة لركوب الجمال والتمتع بالصحراء. ونشاط جديد ظهر في مصر حديثا هو التزحلق على الرمال، وهناك ما لا يقل عن 6 شركات مصرية تقدم هذا النوع من الرحلات. نحن كنا بنطلع مثلا 2 أو 3 كل في الشهر مرة ولا بتاع، دلوقتي بنطلع 50-60 واحد في الأسبوع. وفي الأسبوع الماضي انطلقت قافلة إلى صحراء على بعد 1.5 ساعة من القاهرة للاستمتاع بيوم من نشاطات تشمل التزحلق على الرمال وعرض الكوبرا وعرض الأكروبات. ولكن هل يعتقد فعلا المصريين أن التزحلق على الرمال رياضة؟ أنا بالنسبة لي أنا بشتغل مع الأجانب المقيمين في مصر، مش باجي هنا علشان أمارس كرياضة رياضة، باجي علشان الجو لطيف يعني وبعيد عن الحياة اليومية المملة. لسه الرياضة بتبتدي يعني، فهي لسه في مراحل الأولى، لسه مفيش إقبال كتير من الناس وكده. وعلى الرغم من أن اليوم الذي نظمته شركة ديون ريدر وشركة ديزرت أدفنتشر كان مخصص للتزحلق على الرمال، ألا أن السواقة على الرمال بالسيارات الجيب كان أكثر جاذبية. وكاد اليوم أن ينتهي بمأساة، أخذ أحد الحاضرين سيارته بدون وجود سائق محترف وانطلق في الصحراء. انقلبت السيارة وجاءت الإسعاف، وأمضى السائق والركاب 3 أيام بالمستشفى لوجود كسور في العظام وإصابات خطيرة. وبعد 1 ساعة من الحادث الأول انقلبت سيارة أخرى. وكان سائقها من سائقي الشركة، من المفترض أن يكون ذو خبرة في التعامل مع رمال الصحراء، وكانت إصابة السائق والركاب طفيفة. ازاي لما يكون واحد سواق هو اللي قلب العربيه، ازاي هامن على حياتي وهو راكب مرجعني؟ اكسيدنت هابن عادي، مفيش اي مشاكل يعني. وفي لما العربيه بتقلب زي كده هي بتكون مسؤوليه السواق، لان هو بيطلع يلعب بيها او بيمشي بيها من غير تعليمات. لما بيمشي بيها هو ما بيشوفش الارض تحتيه، ان هو بيكون بقله خبره، ما هو الا سواق غير دليل. احنا كلنا بنحترم الصحراء، ولو ما احترمناش الصحراء، الصحراء مش هتحترمنا. ما ابتدأ كيوم مليء بالمرح والأنشطة الممتعة كان من الممكن أن ينتهي بكارثة. الحمد لله لم يكن هذا الحادث اليوم، ولكن السؤال هو، هل الأمان هو الاهتمام الأول للمنظمين؟ إثار الكتتني، تلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة.